ظنيت على راحة ما ظنيت يا عما ولا كانت على بالي عشيرة بيوم نفقدها وضلينا بلا والي ما ظنيت يا عما ولا كانت على بالي عشيرة بيوم نفقدها وضلينا بلا والي قالت قوم ينلولي يا عم بوادي العرصان حتى نشوف وليانيج ويما اجدادهم ننعم من غسل جنايسهم من العينين بالدمعة يسكن ولينا يقوم ينظر حالك وحالي يا عما صدع قلبي من الشبان مصروعة جنايس جفن عرفا ومن هروس مفتوح ومن هلاب جنب حسين حتى مكسر دوعا قالت لا كسكنا صداع دلالي هذه الليلة الكل تعبان لأن الإنسان من يسمع مصرع الحسين خلاص يدبل الإنسان هذا إحنا نسمع المصرع وإيش حال اللي شافت الحسين على بوار كربلاء وإحنا في هالحالة هذه الليلة السيدة زينب بأبي وأمي تصلي صلاة الليل من جلوس على هالمناد ومصيبة هادي جدة ابن أمي ويتكلم من المنحار وهذا اللي بجنب حسين يسكن علي الأكبر وهذا معزج طايع على التربان ومعفر فجعني حسين بمصابر فجعني حسين بمصابر يا سكنة وينده اشبالي بعد وهذا عون والحمد بيهم ليل سهرانا وكل واحد بصين مطفوف منهم قبل ميحانا بعد وابو فاضل على مقطع أخوانا يا سهم البين بس أتعاد بالله ارحم بحالي خلنا نوددها ما ظنيت يا عما ولا جانت على بالي عشيرة بيوم Yeah.
جسد الحسين وقفت بإثار الجسد وهي تنادي وتقول لا وظلت في غربتي يا حسين.